الأضحى المبارك مناسبة دينية تأتينا كل سنة هجرية في العاشر من ذي الحجة تزامنا مع موسم الحج، وحدث مهم يحمل قيما إنسانية عظيمة كالصبر وطاعة الوالدين من خلال قصة سيدنا إبراهيم عندما رأى في المنام أنه يقوم بذبح ابنه إسماعيل، إذ أن رؤيا الأنبياء أمر محقق ولا بد أن ينفذ. لم يكن سيدنا إبراهيم يعلم أن هذا اختبار من الله عز وجل على مدى ثباته وصبره، كيف لا وهو يهم بذبح ابنه الوحيد الذي وجده طائعا بارا. يقول الله تعالى: قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وجاءت اللحظة الحاسمة، فوضع النبي إبراهيم ابنه إسماعيل على الأرض وهم بالذبح، لكن السكين أبت أن تقطع بأمر ربها. عندها فداه الله عز وجل بكبش عظيم. يقول الله تعالى: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. لبيك اللهم لبيك. كان هذا امتحانا عصيبا لكليهما، فالوالد يلبي نداء الخالق في ذبح فلدة كبده ووحيده، والابن يلبي النداء في تقديم نفسه طاعة لوالده وتقربا من الله عز وجل. لتصبح الأضحية بعد هذه الحادثة سنة سيدنا إبراهيم عليه السلام يؤديها جميع المسلمين في يوم الحج الذي تعتبر غالبية شعائره تجسيداً لقصة أعظم أنبياء الله وابنه الذبيح إسماعيل عليهما السلام.